الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العودة إلى الطبيعة. أرحب بمشاهدي قناة اليرموك الفضائية للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم ومشاركاتهم معنا في برنامج العودة إلى الطبيعة. وحديثنا اليوم في هذه الفترة الباردة من هذا العام عن الليمون. الليمون له دور مهم كثير، وإحنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن الخضار والفواكه اللي بتساعدنا في الوقاية من نزلات البرد، وذكرنا الحمضيات ضمن المجموعة. بدي أركز بالذات هاي المرة على الليمون. الليمون يعني شجرة سميت في القدم ملكة الفواكه، تصوروا ملكة الفواكه سموها، مع أنه يعني حامض، لكن إذا خلط بأشياء أخرى فله فوائد جمة إن شاء الله، كما سأتحدث عنها بعد قليل. نقول أنه شجرة الليمون قيل أنه أصلها من الهند، وبعدين أجت على البلاد الأخرى، الله أعلم. وشجرة الليمون عرفت بفوائدها الجمة الكثيرة جدا، ومن ضمنها أنه مضاد للسموم. في مصر بسموا الليمون الصغير زي ما أنتم عارفين بن زهير، وأصل الكلمة بت زهير فارسية، وهي تعني ضد السموم. أما في الطب القديم، وأنا بعتز حقيقة في التراث الطبي العظيم، لأنه كان الناس أيام زمان أقرب إلى الطبيعة بصراحة، أقرب منا بكثير. إحنا الآن الأمور المادية يعني أبعدتنا عن الطبيعة كثيرا للأسف، فكانوا هم ألصق بالطبيعة وكان يكتشفوا مزايا وخصائص نحن الآن يعني منعتبرها كيف اكتشفوها هذول الجماعة. وهلا عجب، لا عجب أنهم كانوا ألصق وأقرب إلى الطبيعة، متعايشين في وسط الطبيعة عايشين. فقال القدماء أنه الليمون نستفيد من قشره ومن عصيره ومن بذره ومن زهره. كانوا يستفيدون من القشور بأنهم، هذه مثلا ليمون، صور الليمون الجميلة عليها قطرات الماء ما شاء الله. طبعا الليمون زي ما انتم عارفين ممكن يكون لونه أخضر، ممكن يكون أصفر، ممكن يكون مناصف. هذا الليمون الأصفر ما شاء الله بيشرح القلب، ورائحته العطرة بتكون فايحة، وخاصة أيام ما يزهر يعني بعطي رائحة منعشة للنفس مريحة. وانتم عارفين ماء الزهر لما يستخدم ماء زهر الليمون أو الخشخاش اللي هو قريب منه بكون مريح للمعدة والأمعاء. هنا الليمون نصف ليمونة، هذه مقسومة يعني حتى منظرها، وهي مقسومة وهي مغلقة، تعطيك كيف يعني أنه القشر مفيد والعصير مفيد وكله مفيد ما شاء الله. والليمون طبعا أنتم عارفين أحجام، في منه الصغير وفي منه الوسط وفي منه الكبير بحسب نوع الشجرة وبحسب تغذيتها وأرضها وماءها إلى آخره. طبعا الليمون ممكن يفسد زي ما انتم عارفين، ممكن يصاب ببعض الفطريات وغيرها اذا ترك متروكا او عصر وترك عصيره لفتره طويله، مع انه مضاد للسموم، لكن ممكن اي شيء يفسد على وجه الارض. عصير الليمون او الماء اذا وضع فيه الليمون وشيء من النعنع بكون منعش جدا وشراب لذيذ الطعم. وممكن يعني يوضع نكهات مع الشاي، ممكن يوضع الليمون بخلي لون الشاي يفتح اكثر وبخفف اثار السلبية للكافيين الموجود في الشاي بكثرة، اللي بده اللي يعني لأنه منبه الكافيين في الليل زي ما أنتم عارفين. فممكن استخدم الليمون بوسائل وطرق شتى بحسب تفنن صاحب العلاقة أو ست البيت. تقدر تتفنن باستخدامات الليمون بكثرة طالما هو منعش ورائحته جميلة رائعة وطعمه لذيذ وبعطي نكهات وبعطي صحة وعافية وفي فيتامينات وفي معادن وفي أشياء كثيرة. فيمكن أنه الإنسان يتفنن في استخداماته حسب ما يريد وكيف ما يريد. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأشياء وقال عندكم دماغ ويلا فكروا واستفيدوا واستثمروا من هذه الخيرات وهذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنقول هذا قشر الليمون زي ما ذكرنا في مادة عطرية، عطر. ممكن نطلع كيلو غرام واحد من عطر الليمون من خلال 3000 ليمونة،
3000 ليمونة، قشر 3000 ليمونة ممكن يعطينا كيلو من عطر الليمون الأصنص اللي يستخدم في الأروما ثيرابي، يستخدم في العلاج بالعطور لأنه منعش، بعطي نوع من الانتعاش والحيوية والنشاط. فممكن يستخدمه الإنسان في الصباح عشان يعطي انتعاش، ممكن يستخدمون الناس اللي عندهم نوع من الكآبة والملل والطفش فبعطيهم شعور بالانتعاش الجميل. ممكن يخلط طبعا مع عطور أخرى وهذه لها حلقات خاصة بها. كما إنه قشر الليمون إذا غلي وشرب ممكن يحسن المعدة ويخفف التجشؤ والغثيان اللي في المعدة ويفتح الشهية. أما زهر الليمون فقيل أنه يقاوم السموم ويقوي المعدة ويدر البول، يعني هو ماء الزهر تقريبا إذا كان زهر الليمون. أما الورق، ورق الليمون اللي عنده شجرة ليمون في البيت يستفيد من ورقها، يأخذ الورق الغض اللي ريحته طيبة جدا ويضعه مع الشاي، يضعه يعني يعمل منه زهورات مع المليسة مع الزنجبيل مع المرمية، يعمل تركيبة، يعملوا تفننوا يا جماعة، تفننوا الخير كثير، ما ظلكم مسكين لشاي وقهوة شاي وقهوة بس، فتفننوا في هذه الزهورات الرائعة والطعوم الطيبة جدا المنعشة. فالورق هاضم يعني بيساعد في الهضم، مزيل النفخة، برضو بحسن الشهية وبشيل الغثيان الخفيف من المعدة، وبرضو حتى كويس للنفس. احنا في الموسم البرد الناس كثير بتكح إلى آخره، فممكن ورق الليمون يساعدهم أيضا. أما حب أو بذر الليمون قيل أنه يحلل الأورام، هذا في الطب القديم، أورام المعدة طبعا هذه بلزمها دراسات، ما في دراسات حديثة على هذا الموضوع. أما في الطب الحديث فقد قاموا بتحليل الليمون ووجدوا فيه فيتامينات ومعادن كثيرة، ومنها فيتامين سي طبعا اللي هو ضد نزلات البرد، فيتامين سي وفيتامين بي 1 وبي 2 وبي 3 وفيتامين اي اللي هو كويس للجلد والنظر وفيتامين بي بي، وبعدين عندنا البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم. كل هذه الأشياء بتحافظ على ضغط الدم وبتنشط الجسم وبتعطي تفاعل قلوي في الدم، وأي تفاعل قلوي في الدم مفيد للجسم، مفيد للجسم لأنه جسم قلوي كما ذكرنا في حلقة سابقة. طيب ما هي فوائد الليمون الطبية؟ احنا تحدثنا عن الليمون بشكل عام، هل له فوائد طبية علاجية؟ نعم في فوائد. قيل أنه الليمون أو عصير الليمون مفيد جدا لحصيات الكلى. قال الباحثون في بحث نشر في مجلة Journal of Urology عام 1996 أنه شرب لترين من الليموناضة، لترين من الليموناضة في اليوم لشخص عنده أملاح الكالسيوم أوكزاليت في الكلى في المسالك في حوض الكلوي في الحالب ممكن يساعد في تفتيتها وخروجها. كل يوم لترين من الليموناضة، شيء جميل شيء طيب. أيضا وجد أن له علاقة في علاج مرض الدوار، في مرض اسمه مينايرز ديزيز، مرض ميناير. هذا الإنسان اللي يصاب في هذا المرض بيكون الأذن الداخلية عنده تلخبطت أحوالها المسؤول عن التوازن، فبصير دائما دايخ وممكن يستفرغ وهو نايم دايخ، لما يصحى دايخ إلى آخره، وممكن يعمل له دوار شديد جدا ومزعج وقد يكون عنيد وما يستجيب للأدوية يعني كما ينبغي. ففي بحث نشر في مجلة ترانس أمريكان أكاديمي أوبثالمولوجي وأوتو ليرنجولوجي، يعني اللي هي العلاقة بالأنف وأذن وحنجرة، عام 1964 قالوا إنه الليمون يحتوي على بايوفلافينويدز اسمه إريديكتيول، ينشط السمع ويقلل الدوخة والغثيان والقيء لدى مرضى هذا المرض اللي هو مرض ميناير. طبعا أكيد في أبحاث أجريت بعد هذا، لكن هذا اللي يعني استطعنا الحصول عليه. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. عبد الباسط. نعم تفضل يا عبد الباسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، صوت واطي. السلام عليكم. عليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور؟ اهلا ومرحبا، حياك الله. كيف حالك يا سيدي؟ الله يرضى عليك. الله يوفقك يا رب. بالله يا دكتور بدي اسالك، زوجتي معاها الجرثومه الحلزونيه، نعم، شكلها مستفحله، اه، وبتستعمل، بدي اقول لك الاشياء اللي بتستعملهم، استعملت هذا الكورس يعني 10 ايام وترتاح 4 ايام، تستعمل 10 ايام وترتاح 4 ايام. الادويه هي بندازول ورامازول وبيبتاك وبالكاترين. هاي الادويه الثلاثيه او الرباعيه، نعم. هذول يا دكتور بتاخذهم كل 10 ايام وبترتاح 4 ايام. طيب. هاي اخذت 3 مرات وما استفادت. 3 كورسات. نعم. طيب. السؤال الثاني يا سيدي قبل ما تفتح الخط. تفضل. بنتي دائما معاها التجشؤ باستمرار. يعني هاي بتدرس في الجامعة. البنت في الهاشمية. واحيانا تقول لي يابا بتضايق قدام الطلاب لما بتجشأ. المتارعة هاي. يعني تتجشى وهي حتى بعد الأكل ولا بدون أكل؟ سواء أكلت أو ما أكلت. طيب. لكن معظم التجشؤ بعد الأكل. طيب وكيف صحتها العامة، كويسة؟ ما شاء الله عليها ممتازة. طيب بتروح تدرس في الجامعة الهاشمية بترجع. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، شكرا. معنا سؤال أم أحمد، تفضلي. عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. هلا فيك دكتور. دكتور بدي أسألك، أنا عمري 59 سنة تقريبا. بدي أسألك عن التبول الغير إرادي. يعني زي سلس؟ زي فلت، ومرات يعني بكون نايمة بفلت مني يعني هيك شغلات. أيوة طيب طيب تسمع الجواب. بس أنت عملتي عمليات، عملتي عمليات جراحية؟ لا والله، بس أنا صبت في الجلطات أكثر من مرة. آها. شايفه؟ وصار عندي نزيف بالدماغ قبل فترة. وبعدها صارت هيك ها؟ بعدها صارت هيك، لا قبل ما صار عندي النزيف بالدماغ، بعد الجلطة اللي جتني على الدماغ صار عندي هيك تقريبا، بس ما كان بهالصورة هاي. زاد أكثر. أيوة طيب. طيب تسمع النصيحة إن شاء الله. بعدين دكتور بدي أحكي لك، في عندنا ولد عمره 9 سنين بيسمع وما بيحكي. بيسمع وما بيحكي؟ وما بيحكي نعم. وبعدين هو عنده إشي في الدماغ. عرضتوه؟ نعم. عرضتوه على أخصائيين أعصاب؟ عرضناه، والله ما خلينا دكتور بلا ما عرضناه عليه. شو حكوا؟ فعنده في الدكتور حكى آخر إشي إنه في عنده بالغشاء تبع الدماغ خلل. فمش عارفين يعني، هو بيفهم بس في عنده عشوائيات الطفل. طيب ممكن نعطيكم نصائح تفيدوا إن شاء الله. بعدين دكتور بدي احكي لك، انا الدكتور اللي براجع عنده مناني بالنسبه لخطر الدم، مناني على الاشياء الخضار اللي فيها زي الحشائش يعني. فهذا الحكي يعني ما بعرف مضبوط بالنسبه لايش؟ ايش قال لك؟ زي الحشائش يعني، زي البقدونس، زي السبانخ، زي هيك شغلات. ليش منعك عنها؟ ما بعرف، قال لي هلا تعمل تخثر في الدم. بجوز عشان مميع للدم يعني؟ لا بتعمل تخثر في الدم. بجوز عشان فيها بعضها فيه فيتامين كي. ممكن. طيب تسمع الجواب. شكرا يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. معانا كمان واحدة ام احمد، تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بدي نصيحة لدوخة. عندي دوخة بتصير دوخة، ولما يصير معي التسارع بصير معي تسارع، بس تسود الدنيا في وجهي ثواني وبصحصح. وبعدين بدي تنظيم او تثبيت السكري، لداء السكري تنظيم السكري. طيب الدوخه شو حكوا لك اطباء انف واذن وحنجره؟ ولا شيء. قالوا لك ما في شيء؟ التهاب سوائل. طيب الاذن الوسطى. طيب طيب تسمع النصيحه. شكرا يا ابو. اهلا وسهلا. ابو احمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. العافيه. الله يعافيك يا مرحبا. دكتور الله يذكرك، انا بدي استفسر، زوجتي بتشكي من الام من فتره هاي من خوافرها، وفي عندها تكرار يعني بعضله التبول، يعني تحتاج عدد مرات التبول يعني زادت عن الوضع الطبيعي، ولون البول بيكون لون داكن بالعاده، او صارت بيكون داكن. عملتوا تحليل بول؟ والله دكتور لا ما عملت، ما زودتوا تحليل؟ لا لسه ما عملنا والله.
طيب لأنه ممكن يكون التهابات، ممكن يكون أملاح، ممكن يكون أشياء كثيرة. طيب نعطيك نصيحة إن شاء الله. وجه الخواصر ما هو على الأرجح منها في حوض الكلوة والله أعلم. طيب وهي دكتور بس يعني كان ملاحظة مقلة في شرب الماء يعني مش هي قليلة شرب الماء. طيب تسمع النصيحة. حياك الله. طيب نجيب على الأسئلة. بالنسبة للأخ عبد الباسط، زوجته تعاني من الجرثومة الحلزونية واخذت 3 كورسات وما استفادت. مزبوط، أي جرثومة في الجسم ممكن تكون عنيدة فما تستجيب للكورس الأول، فالطبيب بيعدل وبعطي كورس ثاني ثم ثالث. في بكتيريا ممكن تعند ما عليها من كل الكورسات، وهذا شيء معروف في عالم البكتيريا. في بكتيريا الآن كل أنواع المضادات الحيوية على وجه الأرض ما بتأثر فيها، نسأل الله العفو والعافية، الله يصرفها عنا وعن جميع المسلمين. فممكن تكون فعلاً الإتش بايلوري هذه جرثومة الحلزونية عنيدة. طب شو نسوي؟ وجد أنه البكتيريا لا تستطيع مقاومة المضادات الحيوية الموجودة في النباتات الطبية، هذه ميزة لعالم الطبيعة. فعندك الثوم، الثوم قاتل للجرثومة الحلزونية، عندك عكبر النحل بروبوليس قاتل للجرثومة الحلزونية، الشيح كذلك مفيد جدا، المرمية مفيد جدا، الزعتر، لكن أقواها بصراحة الثوم وعكبر النحل، هذول أقوى 2. فممكن هي تستخدم حبوب عكبر النحل أو قطرات عكبر النحل الموجودة في الأسواق، وممكن تستخدم الثوم، تجيب لها 2 ثوم تضربهم بالخلاط مع قليل من اللبن، كاسة لبن صغيرة، وتشرب كل يوم 3 مرات، هذه بتطفش الجرثومة الحلزونية وبتخليها ترحل إلى الأبد إن شاء الله. طبعا لمدة كم؟ على الأقل 10 أيام. إذا هي ما بتطيق الثوم وريحته فعليها بعكبر النحل. نعم. أما بالنسبة للتجشؤ عند البنتك، التجشؤ باستمرار هذا معناته 1 من 2، إما عندها برضو جرثومة حلزونية فبدها فحص، وإما إنه عندها باب المعدة في رخاوة، باب المعدة في رخاوة فبيطلع الهواء بسهولة من باب المعدة. وممكن شيء ثالث إنها هي بتأكل بسرعة وتبلع هواء مع الأكل، تبلع هواء، اللي بأكل بسرعة ما بيمضغ جيدا، وخاصة طلاب بيكونوا مستعجلين وسندويشة على الماشي إلى آخره، فعلا ممكن يزدردوا الأكل ازدرادا بدون مضغ جيد وبيبلعوا بسرعة بدهم يخلصوا، وممكن يشربوا مع سوائل أو مشروبات غازية فالمعدة بتنتفخ بالهواء وبصير تتجشأ، وهذه مشكلة، وخاصة إذا صاحب ذلك ضعف في عضلة باب المعدة. فلابد أنه يعني ممكن تعالج إن شاء الله، ممكن تعالج، بس تنتبه لهذه الأمور التي ذكرناها. بالنسبة لأم أحمد وسلس البول أو ضعف السيطرة على البول، فعلا كثير من النساء بصير عندهم هذه المشكلة، خاصة اللي خلفت كثير والولادات وإلى آخره، بصير العضلات في منطقة الحوض فيها ضعف والسيطرة على البول أضعف، وخاصة إذا صاحب ذلك أو تبعه جلطات دماغية، وهذه بتأثر على الجهاز العصبي بشكل عام، فبصير مشكلة محرجة حقيقة. في أشياء الآن موجودة طبيعية ممكن تقوي صمامات المثانة والأربطة اللي في المنطقة، منها نبات ذيل الفرس، نبات ذيل الفرس هذا ممكن يسحق ويأخذ مسحوقا أو يغلى ويشرب، مفيد كثير. وفي حقيقة مستحضرات طبيعية الآن نزلت إلى الأسواق جاهزة، إلها دور قوي جدا في تقوية الأربطة والعضلات. ما نستطيع نحكي أسماء على بلاش نعمل دعاية، لكن في الحمد لله. معنا؟ أما بالنسبة للولد اللي عمره 9 سنوات وعنده مشكلة في الدماغ، بيسمع وبيفهم لكن بيقدرش يحكي، عنده إشكالات معينة، نصيحة كل الأولاد اللي عندهم مشكلة دماغية ننصحهم باستخدام 3 أشياء. الأولى غذاء ملكات النحل، بيجدد الخلايا الجذعية في المخ. 2 عشبة الجينكا، جينكا بيلوبا، منشطة للدورة الدموية في المخ،
بتقوي الذاكرة وبتحسن التركيز. ثلاثة أوميجا 3، زيت أوميجا 3 سواء مصدره كان سمك بحري أو مصدره بزر الكتان نباتي، أوميجا 3 هدول الثلاثة مفيدات حقيقة بشكل عام للذاكرة وللوظائف الدماغ بشكل عام. فننصح بها وقولوا بسم الله على الله إن شاء الله يجعله فيها فرجا. بالنسبة لأم أحمد الثانية اللي هي قضية الدوخة مع تسارع في دقات القلب يؤدي إلى، يبدو لي طبعا طالما بصير فيه سواد، بتقولي فيه سواد بصير وزي دوخة، يبدو أنه ضغطك بينخفض. معانا سؤال يوسف، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور بدي أسألك، أنا ما هي بصير هيك معي قحة قحة بالليل وبالنهار تقريبا أول ما أصحى يعني قبل ما أنام وأول ما أصحى. طيب بدي في بلغم يعني شوي. كم العمر؟ العمر 18 سنة. بتدخن؟ بدخن. الله يسامحك. طيب يسلم. خلاص ماشي، هذه يبدو عندك تحسس، بدأت المشكلة التحسس عندك. خلاص أعطيك نصيحة إن شاء الله. طيب فنقول لأم أحمد، تسارع دقات القلب هذا ممكن يؤدي إلى انخفاض ضغط، قدرات القلب بصير أضعف. فأنصحك يا أم أحمد بمغلي ورق الزيتون، مغلي ورق الزيتون، تشرب كل يوم كاستين، اغليه مظبوط واشرب كل يوم كاستين. وإما بتستخدمي كبسولات، صار الآن في كبسولات ورق الزيتون في الأسواق، خذي لك كل يوم حبتين، هذا بوقف دقات الزائدة للقلب وبحسن لك نظام الضغط، بالإضافة لفوائد ورق الزيتون الهائلة منه، بقوي المناعة وبقضي على الجراثيم والفيروسات إلى آخره. وأرجو أنه خفف لك الدوخة، لكن الدوخة ممكن تستخدمي معها لها الزنجبيل، فإذا نويت تغلي ورق الزيتون غلي حطي معه شوية زنجبيل واشربيهم مع بعض. وإذا أحببت تضعي نكهة معها، ضعي نكهة نعناع مليسة اللي بدك إياه، ورق الليمون اللي حكينا عنه قبل قليل. وإحنا ذكرنا قبل قليل كمان إنه الليمون ممتاز للدوخة، يعني اشربي لك كل يوم كاسة كاستين عصير ليمون لموناضة، اشربي بصير عندك ورق الزيتون الزنجبيل ومغلي إيش ورق الليمون، حطيهم مع بعض بصير زهورات ممتازة، زهورات ممتازة، ورق الليمون الزنجبيل وورق الزيتون، اشرب كل يوم كاستين، أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يؤدي إلى شفاء بهذه الطريقة البسيطة. أما بالنسبة لتنظيم السكري، الحقيقة يعني الحمية الغذائية مهمة، المشي والرياضة مهمة، تخفيض الوزن إذا كان في زيادة مهم، ثم استخدام عشبة القمح الخضراء الآن متوفر على شكل كبسولات برضه، هذه ممتازة بتساعد في تنظيم السكري. وأيضا في حبوب الآن اللي هو السينامون اللي هي القرفة، أو إنك بتغلي قرفة أو بتسفي لك نص ملعقة قرفة مرتين في اليوم، برضه هذا بيساعد في تنظيم السكري مع النصائح التي ذكرناها. بالنسبة للأخ أبو أحمد، أوجاع الخواصر مع تكرار في البول، والبول لونه داكن، وزوجته لا تشرب الماء إلا قليلا. طبعا لا شك أنه الإنسان، في ناس كثير حقيقة ما بيشربوا سوائل كثير، ما بيحبوا يشربوا المي، فإحنا نقول لهم ضروري تشربوا سوائل على الأقل تعوض غياب الماء، يعني اشربوا زهورات، اشربوا عصائر، كثروا سوائل بأي طريقة، شوربات مثلا خاصة موسم الشتاء هذا ممكن نشرب زهورات كثير، وهذه الزهورات سوائل فبتنظف المسالك، لأنه كلما زاد تركيز البول أعزكم الله بصير فيه قابلية تكون أملاح وحصيات، في أملاح البول أحيانا لا يخلو من الأملاح والترسبات، فإذا صار البول مركز ممكن تتكون حصاة وتعمل لنا مشاكل، إذا كانت في حوض الكلوة تعمل وجع في الحوض، إذا في الحالب تعمل وجع شديد كثير، إذا في المثانة تعمل تخرش وتكرار ذهاب إلى الحمام. فربما تكون زوجتك يا أبا أحمد تعاني من هذه المشكلة بشكل واضح، فأنصحكم بعمل تحليل بول وبتشوفوا إيش الموجود، أكيد فني المختبر راح يقول لك فيه كذا وكذا وكذا، وعضو ذلك بصير التصرف.
وربما يظهر في التحليل أشياء أخرى أنا ما ذكرتها، فبصير لكل حادث حديث. فضروري تعمل التحليل وتكثري يا أم أحمد من شرب السوائل، ونسأل الله لك العافية. أما بالنسبة ليوسف، السعال اللي في الليل خاصة في الليل دائما غالبا سعال الليلي والصباحي، الليلي أولا، الليلي دليل أنه فيه تحسس، يعني فيه تخرش في الشعب الهوائية، وممكن في منطقة الحنجرة أيضا، منطقة الحنجرة إذا استثيرت أو تحسست سعالها شديد وعنيد، وخاصة في الليل، ويميل إلى الجفاف، ما في بلغم، ممكن قليل جدا من البلغم. واللي بصحى من النوم وبصير يكح، هذا غالبا بكون عنده شغلتين، إما التحسس نفسه وإما في عنده بلغم تراكم إثناء الليل، والصبح الجسم ما صدق صاحبه يصحى عشان بده يطلع البلغم، فبيهيج كحة حتى يخلص من البلغم. وعلم يا يوسف أنه أنت شاب صغير 18 سنة وبتدخن، أنه في سيليا يعني أهداب ناعمة جدا بتكون جوات الشعب الهوائية، هذه الأهداب بتتحرك كيف القمح لما يكتمل نموه، كيف الهواء بحركه بنعومة، فهذه الأهداب داخل بتتحرك ببطء وللخارج بتتحرك بسرعة، ببطء بسرعة. ليش بسرعة؟ لأنها بتطرد البلغم والأوساخ اللي موجودة في الشعب الهوائية والرئتين، مع أول شفطتين دخان بتحرق كل هذه الأهداب، للأسف تحرق. طب الجسم كيف يسوي؟ كيف بده يطلع البلغم؟ ما في عنده وسيلة إلا السعال، السعال، فراح تضل تكح. ولذلك كل المدخنين بكحوا كلهم، كيف يطلع الجسم بلغم؟ وخربوا كل الأهداب، الله المستعان. فأنصحك بترك الدخان، وكل من يستمع لي أنصحه بترك الدخان، أي سموم، سموم مدمرة للجسم. فعليك إذن بشرب الأشياء التي تهدئ السعال إلى حد ما، وخاصة في الليل، لأن سعال الليل مزعج وممكن يأخر النوم، ممكن يصحي من النوم. أنصحك بالأمور التالية: واحد، مغلي ورق الليمون، جيد مغلي ورق الليمون، يعني زي زهورات ورق الليمون. عندك أيضا زهر ورق الجوافة، إذا خلطت ورق الجوافة مع ورق الليمون وغليتهم وشربتهم ممتاز. عندك أيضا الثوم بالحليب، قطع ثوم وحطه في حليب ساخن ومدة ربع ساعة صفيه واشرب. عندك البصل بالعسل، هاي وصفات صعبة ها، لكن إذا السعال شديد معلش، البصل بالعسل، خرط بصل وحطه بشوية عسل، بتلاقي العسل امتص ماء البصل وصار سائل، اشرب منه ملعقة عند اللزوم. معانا اتصال، كوثر، تفضل يا كوثر. السلام عليكم، يعطيك العافية. عليكم السلام ورحمة الله. معلش سمحت، بدي علاج لالتهاب الأوتار. تفضلي. وجع في كتفي كتير، وجع كتف، الدكتور قال لي التهاب أوتار. طيب شو سويتي بعدين؟ أعطاني مسكن بس ما بيمشي، مع البرد أو التعب كتير بيوجعني. يعني الكتف من فوق من هنا؟ الكتف من يعني في أسفل وسط الكتف. بتقدر تحركي إيدك وترفعيها ولا ما بتقدري؟ بحركها برفعها الحمد لله. بس في ألم يعني. كتير في ألم مع وجع. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك. أهلا وسهلا. معانا إسماعيل، تفضل يا إسماعيل. كيف حالك دكتور؟ أهلا ومرحبا. كيف حالك دكتور؟ بالنسبة للزعرور وعملية الشرايين يعني مع جلطة، بدك تسألي عن فوائد الزعرور بالنسبة للشرايين. نعم. طيب اسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. فهذه نصحناك يا يوسف، وممكن تأخذ يا يوسف أيضا عكبر النحل بفيدك، وأي شيء حليب العسل بفيدك كمان إن شاء الله. والآن في أشربة سعال طبيعية صارت في الأسواق كثيرة ما شاء الله، بعيدا عن الكيماويات ومشاكلها. بالنسبة لكوثر، وجع الكتف، التهاب الأوتار، صحيح التهاب الأوتار ممكن تعمل أوجاع كتف، خاصة إذا الإنسان حمل شيء ثقيل أو صار في نتعة أو وقعة إلى آخره. والتهاب الأوتار غالبا عنيد وبطول. أنصحك يا كوثر إذا المكان محدد
محدد واحد من تنين، إما كاسة حجامة على المكان المؤلم بتحل لك المشكلة، وإما لسعة نحل. لسعة نحل، في ناس في الأردن بلسعوا نحل، ممكن لسعة نحل على نفس المكان تؤدي إلى شفاء، أو كاسة حجامة، واحدة من التنتين أريح لك من المسكنات اللي راح تاخديها فترة طويلة وممكن تأثر لك على المعدة وما تحل المشكلة، ونسأل الله لك الشفاء. بالنسبة لإسماعيل معنا سؤال. نور تفضل يا نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس بدي أسأل عن الالتهابات البول المتكررة، إيش الحل لها؟ التهابات البول المتكررة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. معنا الأخ جميل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله بدي أحكي مع الدكتور إذا سمحت. يلا هني سامعك تفضل. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك. بدنا علاج لتضخم البروستات. علاج تضخم البروستات. كم العمر؟ 45. أوه جسدك شباب. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله. حياك الله شكرا. ماشي أهلا وسهلا. بالنسبة لسؤال حول الزعرور والشرايين، معانا سؤال أم زين تفضلي. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكي. عندي طفلة عمرها 20 يوم. هي عندها صفار كتير وعندها بلغم بتضايقها كتير البلغم، بتكون بدها تستفرغ وهيك تضل تعمل فلسانها من البلغم. شو ممكن أعطيها عشان تتخلص من البلغم؟ وشو ممكن أعملها عشان الصفار؟ أنا عرضتها لضوء أبيض وبعطيها مغلي المية مع السكر الفضي وعطيتها كمان علبة جلوكوز، بس الصفار نسبته 14.3. طب وعملتي لها قياس الصفار؟ عملت لها، كانت قيمته 14.3 لما كان عمرها 13 يوم. هل لقيت أحسن من أول هي؟ لا الصفار زي ما هو، ما خف. المفروض أعملها كمان فحص بس عشان الأجواء ما قدرتش أطلع فيها. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. معاشي شكرا. أهلا وسهلا. معانا أبو ريان. الله يعطيك العافية دكتور. هلا الله عافيك. دكتورنا في زوجتي في عندها الدورة متكررة خلال الشهر تقريبا 6 مرات 4 مرات. هي كانت مرضع، هي لحد الآن مرضع، بس المشكلة أنه يمكن فترة الدورة هي تأخرت تقريبا 6 شهور، بعديها صارت هاي الحالة. أيوة يعني رض، وهي ترضع غابت عنها الدورة 6 شهور. تمام. بعدين أجتها ملخبطة لحد الآن هي بترضع بس الدورة لسه ملخبطة. أيوة. طيب أعطيك النصيحة. في كمان سؤال دكتور. تفضل. أنا في عندي التهاب بالمعدة وباستمرار بظل الالتهاب بالفم على طول، يعني القروح بالفم بالضبط. طيب هذه معروفة إن شاء الله نعطيك نصيحة بإذن الله. طيب بالنسبة لسؤال حول الزعرور والشرايين، معنا سؤال أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. دكتور أنا بدي أسأل عن مرض تحسس القمح. حساسية القمح. أي حساسية القمح إلها علاج؟ هل لها علاج؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك. الله يرضى عليك. بالنسبة للزعرور والشرايين، الزعرور اللي هو كراتيجس، هذا الزعرور هذا من النباتات الرائعة لأمور كثيرة، وأنا حكيت حلقة سابقة عنه، لكن نعطي ملخص مفيد. نقول الزعرور له فعلا خاصية ممتازة في فتح الشرايين التاجية القلبية وحتى الشرايين الطرفية، مفيد كثير. 2 خافض الكوليسترول، 3 خافض الضغط، 4 خافض للسكر، يعني فوائد متعددة، وهو من النباتات الآمنة تماما، ليست له مضاعفات، مميع خفيف للدم، فاللي بأخذ مميعات بده ينتبه، يعني بده ينتبه يخفف جرعة المميعات شوية، لكنه رائع إذا استخدم كل يوم 2 كوب. الحقيقة بعطي نتائج رائعة خلال الشهر الأول، الشهر اللي بعده أحسن وأحسن بعده. اللي بكون في عنده سدد شرايين 50%، 40%، 30%، 20%، 70%، ممكن يستفيد جدا، لكن إذا في انسداد كامل
للشريان لا، لابد من عمل قسطرة وشبكة إلى آخره. أما إذا كان السدد نسبي ففعلا لاحظنا أنه في حالات كثيرة جدا وفي دراسات واسعة النطاق بيّنت فوائد الزعرور الهائلة لهذه الأغراض، فيمكن استخدمها الإنسان بكل أريحية. مين؟ ريان ولا بيان؟ بيان. بيان تفضل يا بيان. بيان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور كنت أنا حابة أسألك عن الأكزيما اللي بتصيب الإيدين. إيش هو عيد السؤال؟ الأكزيما اللي بتصيب الإيدين. الأكزيما السنين عم بتعالج منها، وكل مرة دكتور الدكاترة بيعطوني كورتيزونات بتروح فترة بعدين ترجع. أنت ربت بيت؟ نعم. بتجلي يعني بتجلي وبتغسلي وأشياء كثير؟ دائما أنا بستخدم الكفوف الخاصة يعني. تستخدم الكفوف؟ ما بقدر بدونهم يعني. بس برضو مش ملحقة يعني، من كل شيء إيدي عم بتحسس يعني، الصابون والشامبو من كل شيء. طيب يعني حابة يعني استخدم علاج طبيعي لأنه ما بدي كورتيزون. صح يعني. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. معنا أحمد، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، أهلا وسهلا. والله في عندي سؤالين دكتور بدي أسألك إياهم. تفضل. بالنسبة أنا عندي خشونة في الرجل. وفي كمان سؤال بالنسبة لهبوط الضغط، شو علاجه؟ خشونة في الركب. خشونة في الركب نعم. وهبوط في الضغط. هبوط الضغط نعم، شو علاجه؟ طيب قديش بوصل يعني؟ هبوط الضغط يعني تحت ال يعني 50 70 يعني من تحت 70 يعني 90 على 70 90 على 60. بالضبط ايوه. طيب ماشي، تسمع الجواب والنصيحة ان شاء الله. ونبقى الآن مع فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. بكم مرة أخرى وحياكم الله، ونستمع إلى سؤال أم عبد الرحمن، تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. الله عافيكي. غلبك بس ابني عمره 5 سنين. فيومي بعملها حاله بالليل. تبول الليلي. في النهار يعني طبيعي ها؟ بالنهار طبيعي، بس بالليل لما وقت النوم. نومه عميق؟ طيب. وفي كمان سؤال غلبك. تفضلي. في عندي بنت عمرها 3 شهور وعينها كتير بتأدي، كانت من محل واحد من قدام، من عينها من قدام صارت من جهتين، من الجهة الأمامية والخلفية. استعملتي لها إشي؟ كمدات بس، وأعطيتها قبل هالمرة قطرة علاج بس ما زبط معها. كتير بطلع صديد؟ كل كتير. يعني نص ساعة، كل مثلا ربع ساعة أقل هيك. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا. طيب نعود إلى الأسئلة، فالأخت نور معنا اتصال، تفضل. تفضل يا معتز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. دكتور بدي أسأل عن علاج الغدة الدرقية، أنا بتصيبني كل سنة بفصل الشتاء زي هيك، تصيب الإنفلونزا مع التهاب حاد بالغدة الدرقية، يصير في تضخم عندي فتسكر عندي المجرى التنفسي. يعني سنوي الحالة هاي تجي. أيوة. طيب شو سويت؟ والله دكتور بنادول فحصت الغدة الدرقية، بس إنه الالتهاب فيها بسيط يعني ما بده علاج. بس عند لما الحالة تزيد معي مع إنفلونزا حادة ويصير تضخم عندي بالغدة، يصير عندي تسكير بالمجرى التنفسي. صح. وشكل الغدة عندي تبين يعني بالرقبة. طيب قديش عمرك انت؟ انا عمري 26 سنة دكتور. طيب تسمع النصيحة ان شاء الله. مين؟ ام اصيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اغلبك دكتور دي اسألك عن علاج السواليل، بنتي عمرها 12 سنة.
عالجناها بالنيتروجين ورد ورجعوا فيرت عندنا في الايدين. في الايدين. بالايدين. بالايدين. كبيره ولا صغيره؟ نعم. التقليل كبيره ولا صغيره؟ صغيره والله. كبيره. كبيره. طيب تسمعي النصيحه. يسلم دكتور. اهلا وسهلا. معنا ابو عبد الله. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور بدي اشيل الرهاب الاجتماعي والوسواس القهري. طيب. لانه والله يا دكتور متقلب بالرهاب، يعني رحت على دكاتره واعطوني علاجات نفسيه لكن ما سوت معي نتيجه. لازلت ماشي على الادويه؟ ماشي على الادويه. طيب. بس بدي هيك علاج، نصيحة منك بلك أستفيد إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. شكرا شكرا. الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا. طيب نعود بالنسبة، طالما إحنا الوقت القليل المتبقي نستعجل. بالنسبة لالتهابات البول المتكررة، اللي عندها التهابات بول متكررة غالبا بيكون مناعتها ضعيفة وعندها قابلية تكون أملاح أو ترسبات تحصل عليها التهابات، فأنصحك بكثرة شرب السوائل وخاصة السوائل التي تدر البول وتعقمه، مثل البقدونس، مغلي ورق البقدونس، مغلي شباشيل الذرة، مغلي رجل الحمام، مغلي نبات الحسك، كل هذا بنظف المسالك. وتستخدم معها عكبر النحل، بروبوليس، عكبر النحل بقوي مناعتك وبيعمل لك إن شاء الله وقاية من الالتهابات القادمة. بالنسبة للأخ جميل، تضخم البروستات. تضخم البروستات أحسن الأشياء له في أشياء كثيرة، حبوب اللقاح ممتازة، جذور القريص ممتازة، زيت القرع ممتاز، أو تناول بذر القرع الني. هذه كل الثلاثة هذول ممتازات. في نبات اسمه سوبا المتو اللي هو البلميط المنشاري، كان موجود كبسولات بس الآن يبدو أنه مفقود من الصيدليات، فعليك بتلك الثلاثة بتفيدك إن شاء الله. بالنسبة لأم زين، الطفل عمرها 20 يوم، عندها صفار وبلغم. بالنسبة للبلغم أنصحك باستخدام الحلبة، الحلبة للأطفال جيدة وراح تساعدها في الصفار كمان، يعني عصفورين بحجر، فبتغلي قليل من الحلبة، ما تغليها كثير يصير مزة، لا خفيف، غلي خفيف تضعيها، ممكن تضعيها مع حليب أو مباشرة، زي 10 ملي بكفي، تشربيها إياها 2 أو 3 مرات في النهار جيد، بملعقة بما شئتي، مصاصة برضاعة. والصفار الحلبة زي ما ذكرت ممتازة إله، وأيضا الكركم، كركم ممكن تغلي الحلبة هاي اللي ذكرناها مع قليل من الكركم، هذا بيساعد في زوال الصفار وتنشيط وظائف الكبد بإذن الله تعالى. بالنسبة لأبو ريان، زوجته غياب الدورة مع الرضاعة، هذا شيء معروف، في نساء فعلا بتغيب عنهم دورة 4 شهور، في 6 شهور، في سنة، في نساء طالما هي بترضع ما في دورة، وهذا يعتبر مانع إنجاب طبيعي سبحان الله. لكن في نساء بصير لا عندهم بعد 6 شهور أو بعد 4 أو 8 شهور إلى آخره بصير لخبطة في الدورة، أنصحها باستخدام شيء ينظم الدورة خفيف زي المردقوش. مردقوش ممكن كل يوم 2 كاسات مردقوش تتنظم الدورة بشكل جيد إن شاء الله. تستخدم ممكن تستخدمه 1 إلى 2 شهر تقريبا حتى تحس إنه الدورة انتظمت وخلاص تتركه بعدين وما بيأثر على الطفل. أما بالنسبة لالتهاب المعدة مع قروح الفم، برضو مشكلة المعدة وقروح الفم بتكون عند بعض الناس. قروح المعدة أو التهابات المعدة ننصح باستخدام عدة أشياء، أشياء كثير بتفيد المعدة، منها مغلي قشر الرمان، منها شاي العرق السوس، منها حصلبان، منها البابونج، كله بفيد المعدة. أما قروح الفم فينبغي تقوية المناعة، ممكن تأخذ الحبة السوداء، عسل مع حبة سوداء، تأخذ البروبوليس عكبر النحل على شكل قطرات، ممكن تمضمض بمغلي الميرامية، ممكن تمضمض بمغلي ورق الزيتون، كل هذا بفيد القروح الفم مع تقوية المناعة حتى ما يرجع لك مرة ثانية إن شاء الله. أما بالنسبة لأم أحمد تسأل عن حساسية القمح، هل لها علاج حساسية القمح؟
ممكن تستخدمي نبات القسط الهندي. نبات القسط الهندي هذا بتجيبيه مطحون، حطي نص ملعقة صغيرة، اخلطيها مع ما شئتي، مع لبن، مع عصير بدك إياه، واستخدمي نص ملعقة مرتين في اليوم. ممكن تستخدميه لشهرين زمان بعدين جربي. في ناس حقيقة، أنا ما اطلعت على دراسات، لكن في ناس ذكروا لي هذا الكلام وقالوا أنهم استفادوا عليه كثير. جربي وقولي بسم الله، عسى الله يجعل لك فيه فرجا. بالنسبة لبيان والإكزيما اللي في الإيدين، لسه بدكم تعطونا اتصالات؟ يلا محمد تفضل. يا محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، شكرا جزيلا على معلوماتك القيمة. الله حيك يا أخي، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك وسلمك. تفضل. بدي أسألك سؤال، التبول الإرادي للأطفال من عمر 9 سنوات 10 سنوات. طيب طيب، في السؤال الثاني بدنا نغلبك. السؤال الثاني الإمساك، برضو كمان نفس الإشي إذا أطفال وكبار. إيش هو؟ الإمساك. إمساك إمساك شديد يعني. بالضبط صحيح. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الله الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. ألا تفضل يا ألا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدنا نغلبك، بدي وصفة للشعر الزايد بالذات عند الدقن والشوارب. في اضطرابات دورة شهرية؟ ألو. السلام عليكم. أيوة بقول في اضطرابات في الدورة؟ لا منتظمة. طيب ماشي. بس عندي بالذات عند الدقن بشكل كبير يعني. طيب. طيب تسمع الجواب يا ألا إن شاء الله، أبشر نعطيك نصيحة إن شاء الله. لا خلاص ما دوبك نلحق نجاوب الأسئلة، دوبك نلحق الأسئلة، خليها المرة الجاي دوبك نجاوب. بالنسبة للإكزيما في اليدين، الإكزيما اليدين طبعا في الطب الحديث ما بعطوا إلا الكريمات الكورتيزون، والكورتيزون مع مرور الزمن راح يخلي الجلد هش. أحسن شيء للإكزيما في اليدين اخلطي، إذا ضبط معك، اللي هو الكركم مع القريص. كركم وقريص، اشرب كل يوم كاستين. إذا استفدتي اللهم لك الحمد، ما استفدتي فبدها هذه أشياء مخصوصة، فبتراجعينا أحسن إن شاء الله. بالنسبة لأحمد، خشونة الركب. خشونة الركب طبعا هذه منتشرة وفي النساء أكثر، بصير في ذوبان في الغضروف اللي في الركبة، وبصير فيه الزيت اللي في الركبة قليل، وبصير فيه العظم بيبدأ فيه بعض التغيرات. أحسن شيء لذلك بلح البحر ونبات الأشواغندا، وهذا موجود على شكل كبسولات الآن في الصيدليات، الأشواغندا وبلح البحر، كبسولات بلح البحر. أما هبوط الضغط ففي ناس طبيعتهم عندهم الضغط هابط فعلا وبيعمل لهم مشكلة، أحسن شيء نستخدمه نبات العلندة. العلندة برفع الضغط. عندك أيضا عرق السوس لأنه بيحبس الصوديوم برضه برفع الضغط، وعندك الكافيين اللي في القهوة يعني، وشوية ملح زيادة. هذه الأشياء الأربعة بتفيدك، اختر منها ما تشاء، ولو أنه بحبش كثرة الملح مش كويس. أما بالنسبة سؤال عن الأم عبد الرحمن للتبول الليلي، وهذا السؤال يشترك مع الأخ محمد إسماعيل، اثنين بيسألوا عن التبول الليلي فنجيب. فنقول التبول الليلي زي ما حكينا أنه 52% من الأطفال على سن سنتين ونص بينضفوا، لحد 18 سنة 1% بيضل عنده تبول ليلي 18 سنة. فلذلك هم من نسبة خلينا نقول 25%. أفضل شيء للتبول الليلي مغلي قشر أو لحاء البلوط، مغلي لحاء البلوط أو ثمار البلوط، تغلى وتحلى بعسل، وخلي الطفل يشرب مقدار يعني لو فنجان قهوة صغير كل ليلة قبل النوم بساعة على الأقل لمدة ممكن أسبوعين إلى شهر، في الغالب إن شاء الله بتحسنوا. العسل مع مغلي ثمار البلوط أو لحاء البلوط. ثم تدريب الطفل في النهار على مسك، يعني بده يروح على الحمام مثلا الساعة 9 نقول له لا روح 9:30 خليه يمسك، وهكذا عدة تدريبات خاصة في العطلة هاي الشتوية خليهم يتدربوا، بصير هذه مع تلك إن شاء الله بينجحوا.
بالنسبة للبنت اللي عمرها 3 أشهر والعين اللي فيها قذى، طبعا هذا القذى شو بيكون؟ في التهاب بكتيري، التهاب البكتيري بده يعني مضاد حيوي، ممكن الاستفادة طبعا من مغلي ورق الشاي، الشاي المر الثقيل تنظف فيه العين ممتاز كتير، وممكن تستخدمي يعني يفضل المراهم اللي فيها مادة الجنتامايسين أو بعض المضادات الحيوية الأخرى زي التتراسيكلين، كلورامفينيكول إلى آخره، لازم تستخدمي أحسن، خليك تخلص من هذا الموضوع بسرعة مع مغلي الشاي المر، تغسل العين عدة مرات في اليوم. نعم. بالنسبة للأخ معتز، كل ما بصير عنده إنفلونزا حادة بصير عنده تضخم في الغدة الدرقية بتسبب له مشكلة في التنفس. إذا يا معتز أنت عندك مشكلة مناعية، المشكلة المناعية هذه فيها ضعف مناعة بتخلي إنفلونزا حادة، واضطراب المناعة ممكن يعمل لك تضخم في الغدة الدرقية، فأنصحك باستخدام منتجات النحل، عكبر النحل، العسل، غذاء الملكات، حبوب اللقاح، كل هذا بفيدك، الحبة السوداء بتفيدك، تناول الثوم بشكل متكرر بأي طريقة تستسيغها، خذ يومي لو سن واحد ثوم صغير إلى آخره، خلي مناعتك قوية جدا بحيث أنه إن شاء الله لا تجي لك إنفلونزا ولا تضخم الغدة الدرقية بإذن الله. أم أصيل تقليل عند بنتها، تقليل كبيرة، شوفي هذه تقليل كبيرة هذه بدها أشياء خاصة بصراحة، ما بتنفع هيك وصفات مش راح تزبط، فلذلك راجعينا نعطيك إشي مخصوص إن شاء الله تستفيد منه بسرعة بإذن الله. أما بالنسبة لأبو عبد الله ومشكلة الرهاب الاجتماعي والوسواس القهري، لا شك إنه هذه مشكلة نفسية مزعجة جدا، الله يعافيك يا أبا عبد الله، ننصحك باستخدام عشبة الشعير الخضراء، عشبة الشعير الخضراء مفيدة كتير إلك، القسط الهندي مفيد، نص ملعقة صغيرة مرتين في اليوم، وزيت اللبان، زيت اللبان برضو بفيدك كتير، هدول 3 مفيدات كتير. أما بالنسبة للأخ محمد إسماعيل، جاوبنا سؤال التبول الليلي، بضل قضية الإمساك، الإمساك حقيقة في أشياء كثيرة بتساعده، ومن أشهرها اللي هو نبات بذر القطونة، بذر القطونة هذه تأخذ ملعقة صغيرة توضع في كاسة مي، بينفش في المي، بيشربها الإنسان وبيشرب وراها كمان كاسة، بتنفش في الأمعاء، بتحرك الأمعاء وبصير الأمور ممتازة. أيضا ممكن استخدام الوصفة هذه الشعبية، الحقيقة وجد إنها مفيدة، اللي هي وضع عسل مع شوية زنجبيل، وضعها على السرة ثم وضع لاصق عليها وإبقائها 24 ساعة، وجد أنه في ناس استفادوا واستراحوا من الإمساك. إذا هالإجراءات ما نفعت بتراجعنا أخ محمد، بنعطيهم أشياء خاصة ممتازة إن شاء الله. أما بالنسبة لآلاء اللي هي وصفة للشعر الزائد، حقيقة الشعر الزائد بيكون نتيجة اضطراب هرموني غالبا، ممكن هذا الاضطراب يعني يكون مصحوب مع تكيس على المبايض أو بدون، والاضطراب الهرموني قد يكون خفيف ما أثر على الدورة الشهرية، وقد يكون قوي أثر على الدورة الشهرية، فيبدو عندك خفيف، فلذلك ننصح بتناول شيء ينظم لك الهرمونات زي عشبة المردقوش، كل يوم كاستين، كاس الصبح كاس المساء، كتير كويسة إليك. 2 استخدام زيت السعد، زيت السعد موجود أعتقد في الأسواق، ممكن تضعيه بعد إزالة الشعر، بعد كل إزالة تضعي هذا الزيت بحيث أنه تصير البصيلات أضعف كل مرة حتى تخلصي منها إن شاء الله، وكما ذكرنا إيش المردقوش. وبالإجابة على هذا السؤال نصل إلى نهاية هذه الحلقة، بوركتم جميعا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.